مشاهدينا الكرام جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية صادرة صباح اليوم، مرحبا بكم. اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم باحتفال عيد المعلم الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقرأ من اليوم السابع: مفاجأة الرئيس في عيد المعلم، 30,000 فرصة عمل بالمدارس. السيسي يمنح المدرسين والطلاب المخترعين أنواط الامتياز ويؤكد: نحتاج 18 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين بمقدار 1000 جنيه. في السياق ذاته نقرأ من جريدة الأخبار: السيسي لا صحة مطلقا لمنح جزء من أرض مصرية للفلسطينيين. الخارجية: المشروع كان مخططا للتنظيم الدولي، نرفضه جملة وتفصيلا. ملتزمون بمبدأ قدسية التراب الوطني لا سيما في هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والشائعة هدفها إثارة البلبلة خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته القاهرة خلال الفترة الماضية لوقف العدوان على قطاع غزة. إلغاء الدعم نهائيا خلال 5 سنوات، عنوان نطالع تفاصيله من جريدة مصر اليوم، والتي نقلت عن وزير البترول شريف إسماعيل أمس قوله إن الحكومة تعتزم رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والمنتجات البترولية وتحرير أسعار الوقود خلال 5 سنوات. وأكد إسماعيل خلال فعاليات مؤتمر مصر على طريق المستقبل أن الحكومة تعاملت مع ملف دعم المنتجات البترولية بنجاح وحافظت على البعد الاجتماعي. جريدة الشروق كشفت عن استراتيجيات الكهرباء للخروج من النفق المظلم وقالت: الفحم والنووي على رأس البدائل، المصادر المتجددة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية. محطات التوليد تحصل على 70% من احتياجاتها من الوقود في أفضل الظروف، والمبالغة في تقدير احتياطات الغاز الطبيعي عام 1992 وراء الأزمة الحالية. إلى مقالات الرأي، حيث لفت مسعود الحناوي في مقاله بجريدة الأهرام إلى ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص ما وصلت إليه محادثات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر حتى لا نفيق على واقع إتمام البناء بشكل ينتقص من حقوق مصر المائية. وتحت عنوان اتفاق سد النهضة تفاؤل مبكر نقرأ: عكست التصريحات المتفائلة والأجواء شبه الاحتفالية التي صاحبت ختام الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بالخرطوم شعورا لدى المواطن بأن الأزمة على وشك الانتهاء أو أنها في طريقها إلى الحل على أقل تقدير. نحن نشجع خطوات بناء الثقة مع أديس أبابا وسعداء للغاية بروح التعاون الجديدة بين البلدين، لكن المشوار لا يزال شاقا وصعبا وطويلا، وعلينا ألا نغرق في التفاؤل. فسد النهضة هدف استراتيجي إثيوبي قديم وتحدي تاريخي لعلاقات ظلت متوترة مع مصر على مدار عقود، فهل أعددنا أنفسنا لكل الاحتمالات؟ في مقالها الافتتاحي تساءلت صحيفة الجمهورية عن سر ابتعاد الأحزاب عن مشكلات المواطنين وانغماسهم في صراعات حزبية لن تشفع لهم إذا ما بدأت منافسات الاستحقاق الديمقراطي الثالث وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها لاختيار البرلمان الجديد. وتحت عنوان أين الأحزاب؟ قالت الصحيفة: تواجه مصر الثورة تحديات هائلة على المستويين الأمني والاقتصادي، تمثلت في مواجهة الإرهاب، كما تمثلت كذلك في مواجهة مشكلات اقتصادية متوارثة على مدار 4 عقود تسببت في انخفاض مستوى المعيشة وتدني الخدمات وانتشار الفقر والبطالة. ولا أحد ينكر ما تبذله الحكومة في مواجهة تلك التحديات، ولكن يدا واحدة لا تصفق، وهو ما يدعونا إلى لفت نظر الأحزاب والقوى السياسية المتصارعة الآن على نصيب كل منها في مجلس النواب بالقادم. إن الأحزاب بمشاركتها في جهود التنمية تقدم نفسها لجماهير الناخبين أفضل تقديم بدلا من الصراعات والانقسامات التي تسود الساحة الحزبية الآن بعيدا عن اهتمامات الجماهير. ونتحول إلى الصحف العربية، حيث تصدر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة العناوين الرئيسية للصحف، ومنها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية والتي قالت: حكومة العبادي تنال الثقة بلا حقيبتي الدفاع والداخلية. علاوي والمالكي والنجيفي نوابا للرئيس العراقي، جلسة ساخنة تخللتها الكثير من المشاحنات والمشادات والمفاوضات الجانبية، والبرلمان العراقي يصوت على برنامج حكومة حيدر العبادي للسنوات الأربع المقبلة.
الخطة الأمريكية لمواجهة داعش تصدرت أيضا عناوين الصحف، ونقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية: أمريكا تستهدف تحالفا ضد داعش يتجاوز 40 دولة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يصل اليوم إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل الأردن والسعودية بهدف بناء تحالف دولي لمواجهة تنظيم داعش، غدا استكشاف وزير الدفاع مدى استعداد تركيا للمشاركة في التحالف. من عناوين صحيفة الحياة اللندنية: توتر مذهبي في البقاع وتهديدات للنازحين. تداعيات إعدام تنظيم داعش للجندي اللبناني ترخي بثقلها على الوضع الأمني رغم الجهود السياسية والرسمية الكبيرة للحيلولة دون ردود فعل بالتعرض لنازحين سوريين أو بممارسات نتيجة الانفعالات المبنية على التعبئة المذهبية في البلد منذ أشهر. تطورات أزمة الحوثيين في اليمن رصدتها صحيفة القبس الكويتية في عناوينها: غارات على الحوثيين والإخوان في الجوف، هادي ينزع شرارة الحرب ويقيل قائد القوات الخاصة، الأوضاع السياسية والأمنية تتفاقم في اليمن خاصة في صنعاء مع نفاذ صبر الرئيس عبد ربه منصور هادي من تصعيد الحوثيين ورفضهم للمبادرة التي طرحها. عودة مرة أخرى لتفجر الخلافات الفلسطينية ألقى بظلاله على العديد من مقالات الرأي بالصحف العربية، ومنها صحيفة البيان الإماراتية والتي أكدت حتمية توحد القيادة الفلسطينية ومختلف الفصائل خلف راية مصلحة الوطن، لأن وحدتهم هي أقوى سلاح يقاومون به الاحتلال بترسانته العسكرية الضخمة وإمكاناته الممتدة. تحت عنوان حتمية وحدة الصف الفلسطيني قالت الصحيفة: في الوقت الذي تترقب فيه الأنظار تقدما في مفاوضات القاهرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومع تلويح الرئيس الفلسطيني باللجوء إلى المنظمات الدولية وإعلانه خطة لإنهاء الاحتلال، يأتي التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس مخيبا للآمال. تلك المواقف تحتم على الطرفين ترتيب البيت الفلسطيني والالتفات إلى قطاع غزة المنكوب والجلوس على طاولة توافق وطني لاستكمال الحوار. فحتى هذه اللحظة لم يتم حسم القضايا الخلافية في مفاوضات التهدئة مع إسرائيل، ما يجعل تجاوز الخلافات الفلسطينية مهما وضرورة عاجلة لمواجهة المحتل الإسرائيلي من موقع قوة وليس من موقع انقسام. جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة بحثا عن تحالف دولي لمواجهة خطر تنظيم داعش في العراق وسوريا كان محور افتتاحية صحيفة الوطن السعودية، والتي أكدت أن فشل مجلس الأمن في إنهاء الأزمة السورية في بدايتها هو السبب الرئيس لظهور داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، وبات الإرهاب يهدد العالم بأسره وليس دول المنطقة فحسب. تقول الصحيفة: التراخي الغربي خاصة الأمريكي وعدم التدخل الفاعل لإزاحة النظام السوري تسببا في تنامي الإرهاب الداعشي وغيره، حتى باتت مساحة كبيرة من سوريا والعراق مرتعا للمتطرفين القادمين من مختلف الدول لممارسة الإرهاب، ومع اتساع الخروقات صارت الحلول أشد صعوبة. لذا يفترض بوزير الخارجية الأمريكي خلال جولته بالمنطقة أن يحمل رؤية واضحة لموقف بلاده من الأزمة، رؤية لا تحتمل التسويف والمماطلة، رؤية تطرح حلا كاملا لإنهاء الإرهاب ومحاسبة من قاموا بزرعه وتدعيمه، ولا تغفل إنهاء الأزمات التي تسببت في استقطاب التنظيمات الإرهابية إلى المنطقة لتعيث بها فسادا. ونتحول إلى الصحف العالمية، ونبدأ من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ونقرأ منها: التصديق على الحكومة العراقية الجديدة في ظل غياب أهم وزارتين الداخلية والدفاع. الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية في محاولة لرأب الصدع في بلد تنازعته الانقسامات العرقية والطائفية ودوامة العنف. نجاح التصويت في ساعة متأخرة من الليل بعد موافقة الأكراد على الانضمام إلى الجلسة بعد أن هددوا بمقاطعتها. إلى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، والتي رصدت تقريرا كشف عن إمدادات إسرائيل لواشنطن بصور التقطتها عبر الأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية لمساعدتها في حملتها ضد تنظيم داعش بالعراق. وزارة الدفاع الإسرائيلية من جانبها ترفض التعليق إيجابا أو سلبا على تقرير الدبلوماسي الغربي، مشيرة إلى أنه تم إمداد الجانب الأمريكي بقاعدة بيانات خاصة بمواطنين غربيين يشتبه في انضمامهم لداعش.
عادت الصحف العالمية تلقي الضوء على المشهد الإيراني، لا سيما بعد الإعلان رسميا عن إصابة المرشد الأعلى علي خامنئي بالسرطان. صحيفة التايمز البريطانية نشرت تقريرا حول صراع محتمل في إيران بشأن من سيخلف خامنئي، مشيرة إلى أن وفاته أو غيابه عن ممارسة مهامه لفترة طويلة قد يشعل صراعا على السلطة داخل أروقة الحكم في إيران. وبحسب التقرير فإن خامنئي حرص على عدم تزكية أحد لخلافته خشية أن يتحول الاهتمام والانتباه إلى المرشد القادم. ونبقى مع الصحف البريطانية مشاهدين، حيث ألقت صحيفة فاينانشال تايمز الضوء على الأزمة الأوكرانية وكتبت: موسكو تسعى لمنع عملائها الأوروبيين من إعادة تصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا، مهددة بقطع أحد الشرايين الهامة من مصادر الطاقة التي تعتمد عليها القارة العجوز في شتائها القارس. التهديدات الروسية جاءت في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات، والتي استهدفت اثنين من كبرى شركاتها في مجال الطاقة. تعاني أفغانستان منذ عدة أشهر من أزمة سياسية تكاد تعصف بها لما لها من تأثير على أمنها الوطني. هذه الرؤية طرحتها صحيفة وول ستريت جورنال في مقال لها رأت فيه أن على الولايات المتحدة وحلفائها دورا هاما في منع أفغانستان من الانزلاق إلى دوامة جديدة من العنف، وقالت: تواجه أفغانستان حاليا أخطر أزمة تمر بها خلال عقد من الزمان. الأزمة هذه المرة ليست من صنع طالبان، ولكنها تتعلق بالمتنافسين على كرسي الرئاسة عبد الله وغني. ورغم أن العديد من الدوائر الغربية اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية في أفغانستان نقطة تحول، إلا أن نتائجها جاءت مثيرة لكثير من الجدل. استمرار الوضع الراهن ينذر بعواقب وخيمة ويضعف الحكومة، بل ويمثل خطرا على أمن أفغانستان الوطني. ثمة مؤشرات على تصعيد وتيرة الانقسام وإشعال فتيل الأزمة، رغم أن تلك النتيجة ليست حتمية إذا غلبت الأطراف الصالحة العام. وهنا على واشنطن وحلفائها لعبوا دور مهم في منع أفغانستان من العودة إلى الهاوية مجددا. والآن مشاهدينا الكرام، وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. نهاية جولتنا الصحفية، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.